طب اعمل ايه؟ شاومي بتنزل اجهزه زي الارانب بتجيب جهاز كل ربع ساعه يعني مش عارف اعمل ايه والناس ترجع تقول لي انت بتتكلم عن شاومي كتير طيب هي الشركه بتنزل موبايلات كتير طيب برضو الناس اللي هترجع تقول انت عملت الفيديو رجعوا هتلاقوا فيديوهات الاخبار بتاعتي عن كل موبايل بينزل بعمل له فيديو اخبار واول ما بينزل جيب الجهاز واجربه واقول رايي فيه ليه بعمل فيديو اخبار بعمل فيديو اخبار عشان لو انت ناوي تشتري موبايل يبقى واصل لك ان الموبايل موجود لان ممكن واحد يشتري موبايل النهارده في ظل التسارع الجامد جدا في نزول الموبايلات يلاقي بكره موبايل تاني نازل يقعد يقول يا ريت اللي جرى مكان فبحاول اكون ابديتد معاك جامد جدا بكل اللي بينزل في السوق علشان تبقى عارف الموضوع قبل ما نبدا الفيديو ما لايك للفيديو سبسكرايب للقناه فعل زرار الجرس دوس لايك او ديسلايك حسب برايك انا مش معترض خالص انا ديمقراطي جدا بس دوس لايك ويلا بينا نبدا الفيديو مي 11 الترا سلسله الالترا هي سلسله اخترعتها شاومي من السنه اللي فاتت ونزلت بمناسبه مرور 10 سنوات على انشاء الشركه المي 10 الترا وجابت كده جعلصت كده شويه امكانيات وراحت هتفاهم في الجهاز شويه حاجات ما فيش شركه عملتهم قبليها ولا بعديها ولا هي عملتهم تاني زي مثلا ال 120 وات في الشحن اللي هو الموبايل اللي بيشحن قبل ما تقول يا ليل قبل ما تقول يعني يكون شحن كان بيشحن سريع جدا بس كان بيسخن جدا وبيفضى بسرعه جدا فهي رجعت بعد كده عملت سرعه الشحن العاديه بتاعتها نزلت الجهاز ده برده كان عاوز كاميرا خد عاوز شحن خد نفس الفكره بالظبط فسلسله الالترا هي سلسله الاستعراض اللي بتقدمها شاومي وعاده ما بتطرحهاش للسوق العالمي بتبعت تجيب الجهاز من الصين عن طريق اي صفحه اونلاين لان هي ما بتطرحوش بنسخه عالميه لان بيبقى سعره غالي شويتين فما بتجازفش وبتسيبه يتباع جوه الصين أول حاجة هتتحفنا بيها شاومي هي حجم الشاشة شاشة 6.81 واحد شاشة عملاقة جدا كبيرة الموبايل ده هيكون مجعلص للناس اللي يعني عاوزة تعرف لان هو في حتة ضخمة كده في الظهر دي شاشة اضافية وفي شاشة كبيرة مجعلصة 6.81 واحد حجم كبير فالجهاز هيبقى وزنه تقيل وده كمان كان موجود في الميتين الترا اللي اوريدي كان حجمه كبير ووزنه تقيل بس للحق ما كانش بالحجم ده خالص الشاشة كالعادة واحد بليار لون و هتكون كواد HD دي 515 بيكسل في البوصه الواحده وهتكون 120 هرتز ريفريش ريت مع اتش دي ار 10 بلس يعني شاشه من الاخر الشاشه هنا واضح انها هتبقى قويه وجامده جدا اضافت برضو شاومي طبقه الحمايه الاحدث من شركه جوريلا جلاس وهي الفيكتوس اللي موجوده في الاس 21 الترا وتعتبر احدث طبقه حمايه هتبقى موجوده على الموبايل اللي اوريدي تصميمه من الازاز والفريم بتاعه من الالومنيوم وطبعا هيجي بالمعالج الاحدث من شركه كوالكوم تريبل 8 او ثلاث تمانيات اللي نازل لسنة 2021 واللي موجود في المي 11 العادي من شركة شاومي ويعتبر معالج انا جربت نسختين نسخة من شاومي ونسخة من سامسونج فيهم الكوالكوم سناب دراجون ثلاث تمانيات معالج قوي بيسخن شويتين بس معالج قوي ومحترم 5 نانومتر فيعني معالج السنه ومعالج قوي جدا بس عيبه انه بيسخن شويتين. زودوا بالنسبه لحجم الذاكره السنه دي انهم عملوا نسخه 8 مع 128 جيجا، السنه اللي فاتت ال 200 الترا كان نازل 12 مع 256 و16 مع 512، السنه دي هيضيفوا نسخه 8 128 ونسخه 12 256 و16 512 وهيضيفوا نسخه اصغر تقريبا عشان يخلوها بسعر قريب من الناس انها تقدر تتعامل معاها او تقدر تشتريها ما يكونش سعرها عالي وصعب ان الناس تشتري الجهاز بالسعر العالي ده فنزلوا نسخه صغيره للي عاوز يجرب يعني لما يشتري يتفرج نوع الذاكرة هيكون يو 3.1 النوع العادي المتداول اللي هو ما فيهوش اي تجديد ولا زيادة النوع المتداول واللي كان موجود اصلا في الميتين الترا اما بالنسبة للكاميرات فشاومي قررت تستعرض عضلاتها برضو وتفرد دراعتها وعامله الكاميرا الاساسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9 والكاميرا الثانية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 4.1 ودي فيها 5 اكس اوبتيكال زوم و120 اكس هايبر زوم حاجة جديدة ان شاومي عاملة الكاميرا الثالثة بتاعة الالترا وايد 48 ميجا بكسل وكالعادة هيكون بيصور 8K لناس كتير ما بتستخدمهاش بس الجهاز هيكون بيصور 8K وفي الكترونيك ايمج ستابلايزيشن في الفيديو واوبتيكال طبعا ايمج ستابلايزيشن في تصوير الفوتو كاميرا السيلفي هتكون 20 ميجا بكسل رقم عادي ولكن الجديد او الكويس فيها انها هتكون فيها اي اس او الكترونيك ايمج ستابلايزيشن مثبت الكتروني في تصوير السيلفي وده يعتبر كويس جدا وهيساعد على التقاط صور كويسه. بالمناسبه بقى نتكلم على حاجه في الكاميرا كمان شاومي حطت شاشه ورا لسه محدش عارف بنسبه 100% الشاشه دي ليه ولكن كان في اجهزه كتير من شركات قبل كده حطوا الشاشه اللي ورا دي لالتقاط الصور السيلفي بالكاميرا الخلفيه فتاخد اعلى جوده صوره ممكن تاخدها رغم ان الجهاز فيه كاميرا سيلفي ولكن هو عاوز يدي او يسمح لك لو عاوز تاخد صوره بجوده اعلى او لو عاوز تعمل لايف او لو عاوز تطلع في فيديو او حاجه ادالك شاشه خلفيه تقدر تتابع من خلالها البث بتاعك او الفيديو بتاعك هيبقى حلو قوي لو هم خلوا الشاشه دي تسمح ان يبقى في نوتيفيكيشن بيجي عليها اقدر اقرا من عليها حاجه اشوف منها الساعه اعمل منها اي حاجه غير انها تكون للسيلفي بس لان هي اوريدي هتكبر حجم الموبايل وهتكبر قفل الموبايل وهتخلي الموبايل ممكن يتكسر من الظهر او من جزئيه الكاميرا وهتزود بروز على البروز بتاع الكاميرا اللي هو اوريدي موجود في اجهزه شاومي فعايزين نعرف هل الشاشه دي لو هي بصراحه جايه عشان السيلفي والتصوير بس لا تبقى حاجه اياكس كيليا يعني لكن لو هي جايه تقدر تشوف منها نوتيفيكيشن تقدر تعمل منها اي حاجه هتكون فكره جديده ومحترمه وحلوه رغم انها اتنفذت قبل كده ولكن هتكون جديده على شاومي طبعا شاومي اللي هي كانت واخده في دي اكس اومارك بالمي 10 برو اعلى صوتيات في موبايل لسنه انتاج الجهاز كانت هي اعلى صوتيات الموبايل وبتعمل صوتيات بصراحه محترمه جدا والهاي ريز عندها من زمان قوي عامله هنا طبعا ديوال سبيكر في الموبايل واتوقع هيبقى صوته يجيب التاهين يعني هيبقى صوته عالي جدا لان في ال الترا وفي الميتين برو وفي الميتين العادي وفي كل اجهزه شاومي الصوت يجيب التاهين صوت الاجهزه عالي جدا فاعتقد هيكون صوته نقي وعالي لحد ما نشوف التجربه وطبعا حاطط لك كل المستشارات، الجهاز بيدعم المستشارات كلها والاي ار والراديو والجيروسكوب والماجنتيك فيلد والبروكسيمتي وال يعني بص كل اللي نفسك فيه هتلاقيه، كل اللي انت عايزه في المستشارات هتلاقيه وحاطط البصمه اوبتيكال بارميتر يعني حاجه كده وهيديك طبعا اكيد احدث سوفت وير هيديك الميو اي 12.5 يعني هيدلعك. انت هتدفع هتتدلع هتاخد كل الامكانيات اللي ممكن تاخدها في موبايل هيحطها لك في الموبايل ده ومديك البطاريه العالميه من شاومي اللي هي 5000 ملي امبير رقم كويس وموجود في كذا فلاجشيب بس الميزه اللي بتميزه عن الفلاجشيبات كتير موجود فيها 5000 ملي امبير ان هو عامل لك شحن 67 وات ليه مش 65 ليه مش 70 ما تسالنيش هو حط الاثنين دول عشان يمكن كانوا نزلوا في الميت 40 برو من واوي وعشان يقول لك انا موجود يعني الشركات الثانيه عملت 65 لا انا عملت 67 مين يزود فاهم فحطها لك بس كويس انه ما اتجننش وعمل فكره ال 120 وات اللي كانت موجوده في الميت 200 الترا واضح انها تعبتهم وما كانتش كويسه وكان لازم يحط لك شاحن قد كده جوه الكرتونه ومش هتعرف تشحن 120 وات دي الا بالشاحن ده بس والشاحن ده مش متوفر في فروع شاومي كلها عمل لهم لبش يعني فقرر انه يرجع زي الناس العادية ويحط 67 واط حط برضو حاجة محترمة جدا فاست وايرلس تشارجر 50 واط بس هتضطر تجيب طبعا الشاحن ده من شاومي لان مش كل الشواحن بتدعم ده وحط ريفيرس تشارجر تقدر تشحن بيه اي حاجة تانية 10 واط فبرضو حاجة كويسة الموبايل فيه كل امكانيات الشحن الوايرلس حتى الان هما لونين اللي هينزل بيهم الموبايل الابيض والاسود وممكن بعد كده اروح مديك واحدة شفافة على واحدة ماستر اديشن على واحدة جلد على واحدة بالطحينه يعني عليك بس هو اللي متقال دلوقتي ان هو ابيض واسود سعر الموبايل هيكون بالدولار تقريبا حوالي بتتكلم في اه 800 دولار او 900 دولار يعني اتكلم في 14 ل 13000 جنيه وهيكون اه السعر بالمصري يعني مش كل الناس ممكن تشتريه فاعتقد مش هيعمله زي ما عملوا السنة اللي فاتت مش هيجيبوا النسخه دي لمصر لكن تقدر تشتريها اونلاين عادي جهاز قوي حاجه جديده نقله جديده لشاومي نستنى لما الجهاز ينزل ان شاء الله فور نزوله تعد كام يوم كده وهكون جبت الجهاز وهعمل له تجربه كامله نجربه مع بعض نشوف التقنيات اللي شاومي عاملاها دي قدرت توصل بيها لفين بشكركم ربما كنتش طولت عليكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنتات واشوفكم في فيديوهات جاية سلام